شركة أمازون الأمريكية صرحت الخميس توفيرها ما يقرب من 100,000 فرصة عمل بدوام كامل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 18 أسبوع المقبلة. وأوضحت الشركة أن هذه المبادرة من الممكن أن تزيد من القوى العاملة لأكثر من 280,000 شخص بحلول العام 2018. وأضافت الشركة أنها نجحت بالفعل في توفير 150,000 وظيفة خلال 5 سنوات الماضية.